بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، قسم المئة شعبة العلوم التجريبية أقدم لكم تمرين أو تمارين فيما يخص الاستمرارية. كما راكم تشاهدوا التمرين وش يقول؟ نعتبر الدالة F المعرفة على R B هذا العبارة X زائد 2 ناقص جذر 4 زائد X مربع على X، اف لصفر يساوي الفا. عين قيمة العدد الفا هذا حتى تكون اف مستمرة على مجموعة الأعداد الحقيقية. إذا كيف هذاك؟ أولا واش تعلمنا في الدرس؟ تعلمنا إذا كانت اف مستمرة لازم تلبي بعض الشروط. لا ليميت اف دي اكس إذا x يؤول إلى a لازم تكون القيمة f ل a تساوي f ل a هكذا. إذا هذا واش نعرفه في الدرس؟ إذا نبشروا في حساب النهاية لإف إكس. نهاية لإف إكس لا ليميت لإف لإكس إذا إكس يؤول إذا صفر هي لا ليميت لإكس زائد 2 ناقص جذر 4 زائد إكس مربع على إكس يؤول إلى صفر. إذا عوضنا إكس بالقيمة تاع صفر وش مدنا؟ مدنا صفر على صفر، وهذا حالة عدم التعيين. إزالة حالة عدم التعيين باستعمال المرافق. إذن لا ليميت x زائد 2 ناقص جذر 4 زائد x مربع على x هي لا ليميت x زائد 2 ناقص جذر 4 زائد x مربع على x، ولكن مضروبة بضرب المرافق وهو x زائد 2 زائد جذر 4 على واش لاحظوا؟ بلي هذه نسميها A وهذه نسميها B وهذه A زائد B، معنات مدنا A ناقص B مضروبة في A زائد B، وهذه تمدنا A مربع ناقص B مربع. إذا نتحصل على لا ليميت دائما إذا إكس يؤول إلى صفر، أ مربع إكس زائد 2 مربع، المربع تاع الجذر هو نفس العبارة لداخل الجذر، على إكس مضروبة في
زائد 2 زائد بعد النشر واش يمدلنا؟ تمدلنا لا ليميت اذا اكس يؤول الى صفر اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 ناقص 4 ناقص اكس مربع على اكس لهنا كما راكم تشوفوا نحذفوا اكس مربع ناقص اكس مربع زائد 4 ناقص 4 يبقى لنا 4 اكس ونكتبوا اذا نكتبوا لا ليميت اذا اكس يؤول الى صفر تولي لنا 4 اكس على اكس زائد 4 زائد اكس مربع. لنا عندنا فرصة اختزال اكس واكس بدلنا لا ليميت اذا اكس يؤول الى صفر 4 على اكس زائد 2 زائد جذر 4 زائد اكس مربع وبعد التعويض في الاكس نمدو لها صفر تمد صفر لنا صفر ولنا صفر يبقى لنا 2 و 2 4 دونك يبقى لنا 1 اذا لا ليميت إذا إكس يؤول إلى صفر لإف إكس هي واحد ونعرفو بلي إذا كانت إف لإكس مستمرة عند صفر معناه أن لا ليميت لإف دي إكس إذا إكس يؤول صفر هي إف لصفر و اف لصفر نعرفوه هي الفا و الفا يساوي واحد اذن قيمة الفا هي واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.